انتقم من اللي حرمكم من بعض واللي حرمني منكم. والله ما بعرف طارق، معقول هذا يكون رفيقة ليارا مثلا بالجامعة؟ أنو يارا وأنو جامعة؟ هذا بيدرس تمثيل. شو بدنا منه؟ أنت شباب، شو صاير لك؟ حاسس حالي عشقان. إيه، وشو بدك مني؟ أخطب لك يعني؟ بلا غلاصتك هلا، عم أقول لك عشقان، يعني مكركب فايت ببعضي. طيب، ومين تعيست الحظ؟ علي الحرام ما حدا تعيس الحظ غير أمك على هالتخلفة. ولك قليل أدب؟ بالله مين هي؟ وحدة ما بتعرفها، رح تجنني، ما عم بقدر شيلها من راسي. ايه يا محمد. احمد؟ لك هذا طارق بيفهم بالديكورات، جيب لنا كم عامل وهو بيساوي الشغل هنيك. عن جد خال؟ ايه؟ ايه مرحبا، اهلا وسهلا. شو مرحبا؟ ما بتعرفوا بعض انتو؟ لا. احمد ابن اختي. شرف. وسامر كمان ابن اختي الثانية. طارق زميل يارا. على عيني وراسي، بس والله انا ما فهمت شيء، شو موضوع المكاتب والديكورات؟ كان عم بفتح مكتب لحالي بدكان جدي القديمه يعني، وبدها نفضه. اخي لما تكون فاضي بتمر على المحل. ولو يا خال، بتروح ايمت ما بتكون. او لاقول لك لحظه، نعمل مقايضه، انت بتاخذ طارق انا باخذ احمد. ما بدنا نعطلكم يا جماعه. ولو يا خال حسابك، شو انت كل يوم مشرفنا، بتاخذه على حسابك ايمت ما بدك. طيب بتروح هلا ولا ليوم ثاني؟ لا يلا عم، رح سلم شغلي بين ايدي للشباب، باخذ شنطتي وبروح معك. يلا ماشي. تفضل خالد، تفضل. شرف خالد. شرفت ونورت والله. ليه؟ تفضل خالد. احكي لي.